شهر من الامتحانات لم يتعدى أصابع اليد الواحدة، كان حوالي 2 أو 3 من 1.5 مليون. يعني أعتقد تمت بنجاح. طبعاً إحنا في الوزارة من ناحيتنا جربنا أساليب تقييم جديدة وقدرنا نكمل السنة التعليمية لملايين من الطلاب في مراحل أخرى من تالتة ابتدائي الأطفال الصغيرين لحد تانية ثانوي عن طريق مشروعات وحاجات في البيت وامتحانات إلكترونية. وبالتالي مفيش طفل واحد مصري ضاع عليه هذه السنة سواء تعليمياً أو إنه ينتقل للصف الأعلى. إحنا في الأيام القليلة الماضية أكدنا على السادة مدير المديريات التعليمية في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللي جات لنا من وزارة الصحة في تقرير كامل أو خطة كاملة تم توزيعها على مديري المديريات.